بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما عودناكم طبعا بمنتجاتنا الجميلة الرائعة في عالم العناية والاهتمام بجمال البشرة، جبت لكم منتج جميل جدا، منتج رائع، بس يا ريت تابعوني لاخر الفيديو عشان اعمل لكم فاجأة جميلة جدا جدا ورائعة، تمام؟ وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة عشان يوصل لكم كل ما هو جديد وجديد من منتجاتنا الجميلة الرائعة. النهاردة جبت لكم منتج رائع جميل جدا للسيدات، وهو مقص الفتلة الإيراني لإزالة الشعر من الجذور، تمام؟ زي ما انتم شايفين شكل الكرتونة من الخارج الشفافة بالشكل ده، تمام؟ تعالوا نشوف شكل المقص من الداخل شكله عامل ازاي. ده طبعا مقص فتلة يدوي، طبعا بيجي بالشكل ده. ده بيكون مكوناته، ده بيكون شكل المقص، تمام؟ ده بيكون معدن قوي جدا، ودي طبعا مكان الاصابع اللي هتقدروا تحطوا صوابعكم بالطريقه دي وتقدروا تعملوا فتله، تمام؟ ده بيساعد على ازاله الشعر من الجذور، جميل جدا وسهل الاستخدام، تمام؟ هتقدري تستخدمي بيه في البيت بكل سهوله، وهو المقص الفتله الايراني بالشكل ده وبالتصميم ده، تمام؟ طبعا بيجي معاه اللي هي بكره خيط بالشكل ده، بيجي معاه كمان اسطوانه تعريف من الداخل عشان تقدروا تستخدموا المقص بكل سهوله، جميل جدا ورائع، تمام؟ لو حابين تطلبوه سعره هايل جدا جدا، ويوجد شحن لدينا لجميع المحافظات داخل وخارج مصر. ولو حابين تستفسروا عنه عن اي شيء سيبونا تعليق اسفل الفيديو واحنا بنرد على حضراتكم. بيوجد شحن لدينا جميع المحافظات داخل وخارج مصر زي ما انا بقول لحضراتكم، تمام؟ وطبعا المفاجاه عاملين خصم 10% على المنتج، كل اللي هيطلب الاوردر ده هنعمل له خصم هايل جدا، تمام؟ وما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل ما هو جديد وجديد، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.